التطورات اللي كيعرفها المغرب باش نزرعوا الامل. ماشي الشباب كيحاربوا، انا هذه مناسبه نقولها. صحيح ما كاينش شي بلد ما كيحاربوش فيه الناس، ما كاينش شي بلد ما كيهجروش منه الناس. بغيت نشوفوا لي زانديكاتور ديال هجره الناس من كل الدول. صحيح ان هناك شباب لم يجدوا فرص شغل لذلك يبحثون عن امل اخر، لكن ماشي هذه الصوره ديال المغرب. المغرب فيه 34 مليون مغربي، فيه 60% من الشباب اقل من 40 سنه، اقل من 35 سنه، ماشي كلهم كيهجروا، لكن كلهم يطلبون كرامه، يطلبون عمل. 108 مليار ديال الدرهم استثمارات في الطاقات كلها الان قيد الاستثمار. 108 مليار ديال الدرهم، يصحح لي السي الحفيظي، في الطاقات الشمسيه، في الطاقات الريحيه، 8 مليار ديال الدرهم في الشبكه الكهربائيه. الان هذا الاستثمار 12 مليار ديال الدولار كلها استثمارات في مجال الطاقه الان بخلق الاف ديال فرص الشغل. الان الاعداد للمشروع الضخم للغاز اللي غادي يحتاج حوالي 40 مليار الى 50 مليار ديال الدرهم، يعني 40 مليار ديال الدرهم. وهذا المشروع اللي غادي يكون ان شاء الله، اتمنى وان شاء الله نشتغل باش يكون قبل 2030. حصول، ونعطيكم هذه، حصول شركه صوت انرجي على رخصه استغلال الغاز اللي غيعطينا شويه ديال الغاز في البلاد ديالنا، على امل ان شاء الله نلقاو اكثر من ذلك. اليوم 9 شركات جديده اخذت الرخصه لتوزيع المحروقات في بلادنا، تنضاف ل 20 شركه جديده. هذا المغرب الجديد ايها الاخوه والاخوات بقياده جلاله الملك. اليوم هناك صناعه شمسيه وصناعه ريحيه، لم نعد نكتفي باستيراد الصناعه الريحيه والصناعه الشمسيه. سايمنز عندها مصنع الان في طنجه وستضيف مصنع اخر، شركه اخرى عندها مصنع للسولار بانل، ثم هناك ايضا شركه اخرى الان تريد ان تنتج هذه المكونات ديال الطاقه. اليوم عندنا واحدة من أحسن المحطات للبحث العلمي في الطاقة الشمسية لريزال، اللي موجود في بنقرير وأصبح الآن جزء من البحث العلمي في العالم. اليوم عندنا حركة قوية في مجال الموارد البشرية، معاهد متخصصة الآن نوعية، وجلالة الملك أطلق الآن دينامية جديدة في مجال التمويل المهني لكي يواكب السياسات الاقتصادية المتعددة.